الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. ها نحن اليوم الأربعاء الثالث والعشرون من شهر رمضان المبارك، نحن في قرية السفاغة، جينا هنا لتوزيع هذا الإفطار الذي كنتم تشاهدون على هذا العدد الهائل، ولا ندري كيف يتم، هل سيجد كل المشاركين معنا في الإفطار؟ نسأل الله أن يجزي المتبرع من دولة ألمانيا، نسأل الله أن يجزيه كل خير ويبارك في حياته، فهؤلاء بحاجة ماسة إلى مثل أفطاراتكم. انظروا بعينكم أنتم بأنفسكم تشاهدون هذا الازدهام الذي يفوق يتقرب 300 نفر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا ويبارك ويجزي المتبري كل خير. بارك الله فيك ونفع بك الإسلام وصدد الله خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله.